يا سلام، شوية أكل بقى. إنما إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ دول هياكلوا صوابعهم وراها. شوية باذنجان بقى. إنما إيه ريما؟ بقول لك ايه، ابعد عني النهارده وطلباتك دي مفيش. ها يوه، ما تخافش، مفيش طلبات ولا حاجه. هو بس عايزك تشوف لي النت. شفت اهو. عايزه حاجه تانية؟ يوه، مش وقت تهزري يا عم خليل. بعدين احنا عندنا ضيوف، يعني عيب كده. صح، يقولوا ما عندناش نت. صح، دي عيب في حقنا. يقولوا اللي ما عندهمش نت اهو. لا تعالي وريني. تعالي، احنا عندنا نت، وعندنا نت قوي. ايه ده، احنا ما عندناش نت اهي. احنا عندنا نت، ما اقولكش اهو. انت ذكية يا بنتي، ذكية، هيشتغل زي من غير كهرباء. طب ما هو ده اللي جايبك عشانه. انت مش عارفة يعني تحطي الكهرباء ليه؟ بس اهو. ما انا خايف، ده الكهرباء. مقنعة، تصدقي؟ يعني بصراحة مقنعة. بصي، النت مظبوط كده والكهرباء واصلة له، ممكن تسيبيني نشوف أنا بعمل إيه؟ لا 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 لا، مش عاجبني. ريما، اعدلي كده نفسك وما تجننيش، ها؟ حط السلك مكانه. اسكتي خالص. حاضر. طب اديني تابك بالسلك. ما عندناش نت اهي، فاضيين احنا. دول هياكلوا من الصوابع، هياكلوا دمهم ورا. يا سلام، شوية شوربة. انما ايه، دواء يا واد يا خليل يا نجم. دلوقتي بقى يا صبري هتاكل من اكل خليل وهتاكل صوابعك وراه. جوعتني يا بدر، انا من زمان اصلا نفسي اكل من ايد خليل. انا اصلا ما باكلش غير من ايده، بيعمل اكل ما شاء الله تحفه. ما شاء الله، ربنا يبارك يا سيدي. تعالى يا اولاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا مروه، اتفضل. اقعد. يلا اقعد يا ريم. يلا يلا. ايه ده خليل؟ يا فندم خليل. ايوه بدر بيه. اللحمه فين؟ اللحمه؟ ما هي ما فكتش. حضرتك قلت لي متاخر. قلت لك متاخر؟ انت بتحرجني قدام الضيوف. احرجك؟ لا يا فندم، ما تخافش، في فراخ كابانيه. ايه؟ كابانيه تحفه، باين من ريحتها. كل اولاد، اتفضل اتفضل يا صبري. مش عايزكم تاكلوا بعينيكم، كلوا يعني بقلوبكم. ها ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله. تسلم ايديك. بسم الله. كلوا يا اولاد. ايه ده، شطه شطه كتير. ميه ميه بسرعه. الاسعاف الاسعاف. ايه؟ انا مش فاهم حاجه. دوق دوق يا بابا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كمية الشطة اللي في الأكل دي؟ خليل! يا فندم! امتى هنفهم خليل؟ ايه الأكل تحفة؟ ها؟ تحفة ايه؟ ايه كمية الشطة الكبيرة اللي أنت حاططها في الأكل دي؟ شطة؟ أنا مش حاطط شطة خالص. لا طبعًا، أنت أكيد حطيتها على إنها ملح. يا ابني هو انا اعمى؟ بقول لك ما حطهاش. امال ايه اللي حصل يعني؟ انت اساسا شخص مستهتر. انا؟ اهدى اهدى يا بدر، اكيد الموضوع فيه حاجه غلط. اهدى. لا لا، هو دايما بيحط شطه في الاكل، واحنا كاطفال ما بنرضاش نتكلم عشان ما نعملش مشاكل. انا يا بنتي؟ لحد كده متشكرين لخدماتك يا سي خليل. متشكرين ليه يا خدمه؟ يعني ايه يا بدر بيه؟ يعني تلم هدومك وتتكل على الله. يا بدر بيه، بس عايزك تهدى وتسمعني. بره. ما انا هقول. اطلع برا. حاضر، هطلع برا. بس على فكره انا ما حطيتش شطه في برا. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى يا بدر، اهدى وتعالى نتكلم كلمتين في المكتب جوه. يا صبري، ده في حاجات كتير قوي وانا بفوت اول باول. مش قدام الاولاد، اتفضل على المكتب. اتفضل. عشان بعد كده يبقى يسمع كلامنا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.